طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. مع آخر مستجدات ثورة تشرين، الميليشيات تهاجم المتظاهرين قرب مرآب السنك. لغاية الآن الشهداء، عدد الشهداء وصل إلى 14 شهيدا، الجرحى بالعشرات. الأنباء الصحفية، المصادر الصحفية تؤكد بأن الميليشيات تتبع إلى الخرساني وإلى العصائب. هناك صور تم تداولها قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الميليشيات تركب سيارات البيك أب وبدون أرقام، وبدون أرقام سيارات بيك أب أغلبها بيضاء اللون، تطلق الرصاص من بنادق باتجاه المتظاهرين في مناطق ساحة الخلاني وقرب مرآب السنك. طبعا الميليشيات التي هاجمت المتظاهرين عند مرآب السنك كتبت على جدرانه عبارة السليماني في إشارة إلى ولائها إلى طهران، هذا ما نقلته مصادر صحفية. وشاهدنا قبل قليل البث الحي من هناك، من على شاشة الرافدين، هناك بث حي كان قبل قليل، وسوف نوافيكم بآخر المستجدات. كما نشاهد الآن هذا البث الحي من ساحة الخلاني في العاصمة بغداد، نتابع بعض هذه الصور من هناك من العاصمة بغداد، وبالتحديد في ساحة الخلاني الذي سقط فيها 14 شهيدا من المتظاهرين وعشرات الجرحى، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي قبل قليل. تم قطع التيار الكهربائي لكن يبدو أنه عاد. المتظاهرون والمصادر الصحفية اتهمت مباشرة ميليشيات الخرساني والعصائب بارتكاب هذه المجزرة بحق المتظاهرين السلميين. طبعا تتزامن هذه المجزرة بعد وضع الإدارة الأمريكية قيس الخزعلي وليث الخزعلي على لائحة العقوبات الأمريكية، كما صرحت بها الإدارة الأمريكية قبل نحو ساعتين. كله مذنب، شوفه كله مذنب، كله علينا قصية. طبعا شارك البث، شاركوا البث من ساحة الخلاني، مجزرة ارتكبت هناك وما زالت الميليشيات منتشرة بالقرب من جسر السنك، كما أشرنا ويؤكد مراقبون بأن هذه المجزرة ارتكبت بعد صدور لائحة العقوبات الأمريكية بحق قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب وشقيقه ليث الخزعلي، وكذلك أبو حمزة اللامي وخميس الخنجر. ودارج يقتحمون التحرير. نستمع إلى صوت من يصور هذا البث المباشر، يقول بأن الهدف من هذه المجزرة وهذا الهجوم هو لاقتحام ساحة التحرير في العاصمة بغداد. المصادر الصحفية تؤكد بأن عناصر من ميليشيا النجباء هي من نفذت الهجوم على جراج السنك بالتنسيق مع استخبارات الفرقة 11 واستخبارات ميليشيات الحشد، هذا ما نقلته المصادر الصحفية. اسمعوا نروح أصوات لإطلاق نار متقطع، كذلك هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال بأن الشعب العراقي يريد استعادة بلاده. اليوم طبعا توافد الآلاف من المتظاهرين من العراقيين إلى ساحة التحرير، اليوم يوم الجمعة، وكذلك في الناصرية، ساحة الحبوبي، في النجف،
في عدة محافظات عراقية، توافد المتظاهرون والعراقيون للتعبير عن استمرارهم بمطالبهم لاكتمال ثورة تشرين والمتمثلة بإسقاط العملية السياسية والأحزاب الفاسدة. نعم، يعني إلى جانب نحن نشاهد هذه اللقطات الحية من العاصمة بغداد ساحة الخلاني، يعني اليوم كما أشرنا ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد الآلاف على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرات واسعة لرفض إقرار البرلمان قانوني المفوضية والانتخابات في إجراءات وصفها المتظاهرون بأنها ترقيعية، وكذلك حراك القوى السياسية من أجل اختيار رئيس وزراء جديد. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبا. طبعا هم يريدون بكل الوسائل يدمرون المتظاهرة ويخلوها يعني يهزموهم الناس بشتى الطرق. نعم. اليوم طبوا النار، طبوا من جهة الخلاني، من جهة مال الجسر مال عبد الله الشيطان. السنك. من يم؟ السنك، نعم. من السنك. نعم. أي ضربوا الناس في سبيل يهزموهم أو يطلعوهم يعني من منطقة التظاهر. نعم. بس هم الناس يعني هم جايين يدمرون الشعب. يعني أنا ذاك اليوم حكيت يا إخوان دير بالكم ترى التظاهرات هاي سلمية وإذا تمشون عدل، بس هم ما يردون كلام الإنسان. والأمريكان دي يتفرجون عليهم، هو واحد يقتل الأخ من وراء الأمريكان جابوهم، ما يردون يا أخي، ما يردون يسلموها، يردون قتل الناس ويعذون الناس ويدمرون الناس ويخلوهم هباء منثورة. يا أخي دار شنو كفرة دولة كفرة، لا دين لا ديانة لا إسلام لا فرقان، يعني كل واحد من دول اللي يحكمون العراق عدة مليون، كل واحد جنسيتين ثلاثة، يعني شايف واحد عدة جنسية ويحكم العراق مغير مو عراقي، مدمروا البلد. نعم، بماذا نفسر أبو حسن برأيك البارحة دخلوا تظاهرات من الميليشيات وطعنوا المتظاهرين السلميين، تقريبا الحالات وصلت إلى 30 طعن بالسكاكين للمتظاهرين السلميين في ساحة التحرير. اليوم إطلاق رصاص، ولغاية الآن فقط في ساحة الخلاني وصل عدد الشهداء إلى 14 شهيد وعشرات الجرحى. بيش نفسر هذا الأمر؟ أخي يريدون يعني يردون ما يردون كرامة للبشر يا أخي، الله عمر أخويا ما يردون كرامة للبشر، يردون دليل، يردون مهان، يردون على مزاجهم، يعني يشبعوهم ويجوعوهم ويدمروهم على مزاجهم، يعني تبعية إيران تبعية أمريكا وإسرائيل، يعني هي بين ريت وينه، وهاي الشباب يا أخي ما يفيد ما سلمية، اللي ناخذ بالقوة يرجع بالقوة، يعني أنا جسمي عاري وبس العلم والمي، يعني شو توقع منهم يضربوني بس إلا بالسلاح. يعني الشعب العراقي أبو حسن لا نريد تكرار أي سيناريو، يعني سيناريو سوريا قريب علينا صراحة. المتظاهرون العراقيون يؤكدون على سلمية التظاهرات، هذا ما يؤكدون عليه. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية للقناة وتحية للشعب العراقي العزيز. أهلا وسهلا. بالنسبة لما يجري بالعراق هذه من جرائم عجيبة غريبة والسكوت العالمي، فهذه محاولة يائسة من الميليشيات الإجرامية تحاول تخمد هذا وهذا. أبو فيصل انقطع الاتصال. قيس من الأنبار، تفضل قيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل هاي السنين المضت تصير ومن 2004 من الصعود، وما جاي يصير شيء، ما جاي يصير شيء، لأن هاي الأحداث هي جاي يحميها هو السستاني يحميهم دول الأحداث، والسستاني مكلف من أمريكا، من أمريكا وإيران. هاي هلا يصير بحر من دنيا الله تفوق هاي الأحداث. لا 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 قيس، لا نبحث عن أي بحر من الدماء صراحة، نؤكد على السلمية،
نؤكد على السلميه، يعني الجماعه هم يريدوا يجرونهم ترى بهاي الحركات، يريدوا يجرون المتظاهرين السلميين بهذه الحركات، والمتظاهرون السلميون ثابتون على موقفهم بسلميتهم في ثوره تشرين. نعم تسمعني قيس؟ نعم نعم. تفضل. يعني احنا صاير مظاهرات سلميه من 2004 ويا هذا نظام الحكم اللي جابوا لنا اياه امريكا وايران، يعني هذا السيستاني والجريد من عندنا شده بالعراق، يعني هاي هو جاي يحمي، هو الاحزاب هاي الاحزاب كلها تابعه لقاسم سليماني. نعم نعم قيس من الأنبار كان معنا. طبعا المتظاهرون وجهوا نداء عاجلا إلى أهالي العاصمة بغداد للتوجه فورا إلى ساحتي التحرير والخلاني لدعمهم بعد هجوم الميليشيات المسلحة عليهم، كما أشرنا إلى أنه لغاية الآن وصل العدد بحسب مصادر صحفية بحسب مراسل الرافدين وصل عدد الشهداء مع الأسف إلى 14 شهيد، المصابين بالعشرات. نعم معنا اتصال من ساحة الخلاني. أبو العز تفضل. أبو العز حاليا من ساحة الخلاني رامي حاي من جهات سهولة، الثاني واقف من ساحة الخلاني مسعر قبيل رامي حاي من جهات سهولة مباشر على المتظاهرين، والمتظاهرين شافين وشعارنا هو بالروح بالدم في شاعراء جالسين شايلتنا الغيرة العراقية، لا تخوفنا طلقاتهم، لا تخوفنا انفجاراتهم، لا يخوفنا إرهابهم، كل هذا ما يخوفنا، وفاهمتين وشايفين الحزمة أكبر واحد بيهم من وقعة ورجلين العراقيين. نعم دخانيات تنابل صوتية بكيسيات رمي مباشر على المفارز الطبية، والمتظاهرين كلهم وأهل التكاتك و قدام عيني أنا استشهد واحد أبو تكترك ضربه براسه وهاي مصابي حاليا. نعم أبو العز الجهات يعني المصادر الصحفية تحدثت عن ميليشيات الخرساني، ميليشيات الخرساني والعصائب هي اللي ضربت المتظاهرين. أسمعك تسمعني أبو العز؟ أبو العز تسمعني؟ أسمعك. المصادر الصحفية تحدثت عن ميليشيات الخرساني والعصائب هي من أطلقت النيران، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع تفاصيل إذا عندك معلومات. ما أعرف يا جهة. تمام. كل اللي أعرفه نعم. اللي يرمي السامع على العراقي أخوتي ما عنده غيره، إذا مو عراقي، لأن لو عراقي شالته غيره ما يقدر يرمي، ما يقدر إيش يسوي لو عراقي. نعم مدنيين سيارات مدنية شايلين سلاح مثل وعم ظاهرين ورمي حي هسه تشوف مع بدانك. نعم أبو العز أنت بما أنه أنت مسعف حصيلة الشهداء والجرحى؟ ما أقدر أعرف هالسحاب. نعم ما أقدر أقول لك بالضبط وين. نعم ما عندك حصيلة نهائية. زين أبو العز الوضع الآن أجل. نعم بهذه اللحظة ايش جاي يصير بساحة الخلاني؟ ساحة الخلاني نعم اي نعم ايش جاي يصير حاليا بهذه اللحظات وانت تتكلم معانا؟ نعم الان ايش جاي يصير بساحة الخلاني بهذه اللحظة؟ شنو الاوضاع هناك؟ طبعا هسه ساحة الخلاني موجودين المتظاهرين واقفين يم الصفات في الخط الامامي والشغل حاليا بالجهات المجهولة، الجهات المسؤولة يرمون رمي حي على المتظاهرين مباشرة، واحنا حاليا متأسفين بساحة الخلاني وفي خير قدمة الله شاء بارك الله. اسمع نعم أنا أشكرك أبو العز مسعف كان معنا من ساحة الخلاني. اتصال سعيد من بغداد تفضل. سعيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرك حبيبي حياك الله يا أهلا بك. أشكرك وأشكر قناتك الشريفة الطاهرة. الله يسلمك. الله يخليك. ربي إن شاء الله يوفقكم بكل خير. آمين يا رب. تفضل أخي. والله أنا مو محرض. وكل شهيد يوقع أمام الله ورسوله.
بس يا اخي يا اخي بس هي انا بدوختش شغله واحده اليوم 33 يوم او ازيد تعرف كلهم متظاهرين زين الجهه الثالثه انت يا حكومه هاي الجهه الثالثه ما تعرفيها منو؟ لا شو الحكومه؟ دعمي هم غير دول سلميه سلميه غير دول سلميه شباب لقيت تقدم لسانه يا عمي هم سلميه طفوا سلميه وطفوا العراق اقصب هنا اقصب هنا هم مو زلم هم مو زلم يفكرون بيها ومطعم السجاكين والحكومه نايمه قاعد تشم الحكومه شنو الحكومه؟ يوم ما يروح 15 شهيد ومن عدد الالاف المهربه يا ابن شنو طلب حقوقنا احنا ما طلب حقوقنا احنا من حق نعم فادعو المظاهرين والله العظيم والله العظيم ما يخلوها سميه بعد كيف بعد؟ يعني يوم قتل وجهه ضرب ثالث تعرفون ايران قسم سليماني وربع اول قسم سليماني قول قسم سليماني تخافون؟ على شنو تخافون؟ من شنو تخافون؟ نعم والله هي كاذبه كان عمي كافي يعني اربع على شنو؟ على شنو 450 قتيل؟ على شنو عمي؟ طبعا هو العميل طبعا ايش؟ طبعا لا تمام من ورا لا يعني جاي يجيك سلمي 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 الطلب العلم وبيده نعم أنا أشكرك سعيد من بغداد كان معنا. طبعا احنا كنا يعني دائما نؤكد بأن ثورة تشرين هي ثورة سلمية ثورة سلمية وهذا ما يراد جر المتظاهرين إلى صدام مسلح حتى يتم قمعه. يعني صح هو الجماعة ما شاء الله عليهم ما مقصرين يوميا يقتلون يوميا يجرحون من المتظاهرين ولكن شعار المتظاهرين في ساحل التحرير في الناصرية في النجف في البصرة في كل مكان يدعون إلى السلمية وهو هذا الصحيح لازم تبقى سلمية. نعم طبعا احنا إذا جينا مثل ما أشرنا أنه المتظاهرون يوجهون نداء عاجلا إلى سكان العاصمة بغداد للتوجه إلى ساحتي التحرير وساحة الخلاني بعد هجوم الميليشيات عليهم الحصيلة كما أشرنا لغاية الآن 14 شهيد عشرات الإصابات كما أشرنا بأن هذا الهجوم جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية إدراج أسماء في العراق قيادات حزبية قيادات سياسية قيادات ميليشياوية على رأسها قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب ليث الخزعلي أبو حمزة اللامي وخميس الخنجر. هذا الهجوم جاء بعد هذه اللائحة الأمريكية وكذلك هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيه بأن الشعب العراقي يريد استعادة بلاده. اليوم كذلك إذا تحدثنا عن المحافظات الجنوبية لم يقتصر توافد المتظاهرين على ساحة التحرير طبعا شهدت ساحات الخلاني والطيران والوثبة تجمعات للآلاف الذين حضروا للمشاركة في التظاهرات وسط تجديد القوات الحكومية من إجراءاتها الأمنية في العاصمة وهذا يعني نوضع عليه أكثر من علامة استفهام. قوات حكومية موجودة سيطرات موجودة في تلك الأماكن شلون دخلت هذه الجماعات هذه الميليشيات سميها ما شئت وقامت بقتل المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني. طبعا في ظل دعوات أطلقها ناشطون لمشاركة أبناء محافظات الوسط والجنوب التي تعرضت للقمع الحكومي بتظاهرة الجمعة في بغداد وفي ذي قار جنوبا واصل المتظاهرون تجمعهم على جسر الحضارات في مدينة الناصرية رافضين محاولات الأحزاب والميليشيات اقتحام ساحات الاحتجاج كما يستمر الاعتصام الكبير في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية. صباح من ألمانيا تفضل. صباح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك. أنا أخوك صباح من ألمانيا ناشط سياسي وعندي مصادر خاصة من داخل الحكومة تفضل.
وكل معلومات اللي جتني دقيقة. وقبل كم يوم من اجى قاسم سليمان الى العراق وسوى اجتماع، ادري بس بدي اعرف يعني ماكو زلمة من اجى قاسم سليمان ينصب رئيس وزراء مع كل الاسف. نعم هاي نقطة. النقطة الثانية انه قاسم سليمان انطى امر بانهاء التظاهرات في العراق، واهم شيء البصرة والناصرية وكربلاء ونجف وبغداد. قالوا له ليش؟ قال لهم ما يهمنا اي محافظة ما تهمنا، لين اهم شيء البصره بيها تعرفون النفط وكل ما شابه ذلك، واتفقوا على سجن الحوت، على اساس سجن الحوت اتفقوا مع السياسيين الموجودين من الميليشيات مبالغ هائله في كسر سجن الحوت. هاي النقطه. النقطه الثانيه، المتظاهرين الموجودين حاليا بساحه التحرير هم اتفقوا على زج ميليشيات من العصائب والنجباء وبدر بإنهاء المظاهرات بسكاكين وأسلحة كاتم، وتحديداً هالأسبوع هذا لازم تنهي المظاهرات. أما تجمع الإيرانيين والميليشيات يأخذون أوامرهم من مركز محمد باقر الحكيم، هو مو مركز، هو أصلاً هذا مقر للإطلاعات الحرس الثوري والحرس القدس وبإشراف قاسم سليماني ومحمد مشهداني. زين؟ انطوا هسه امر ايران خلال هذا الاسبوع انهاء المظاهرات قبل 10/12. زين؟ فيجب على كل الشعب العراقي ان يخرج ويتكاتف ويطلع لاسقاط هاي الحكومه والاحزاب الفاشله، لان هاي الميليشيات ذيول ايران اللي هي هسه هي تقمع المظاهرين، والمتظاهرين ان شاء الله ثابتين وما يزال اعداد قاعد تزايد ساحه التحرير. وهسه عندي اتصال معهم مباشر بساحه التحرير والمحافظات، بس نريد وقفه العشائر، نريد تكاتف المحافظات الغربيه. هذا العراق عراقهم، هذا العراق عراقهم، راح يستحل من قبل ايران بس يخسون. والله العظيم العراق يصير مقبره كل من يدنس ارضه. زين؟ ومن خلال قنواتكم الموقره يا استاذ العزيز. أنا يومية قاعد أسوي بث مباشر ويشاهدني العالم كله، ووجهت رسالة للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وما قاعدين وما نايمين. وبس يا شعبنا خلي تكاتفون، يا شيوخ العشائر هذا بلدكم، لا تنطونا للعجم، لا تنطونا لإيران، لا تنطونا لأي دولة تريد أن تدمر العراق، لأن كل الدول المجاورة هي تحارب العراق. فنريد وقفة عراقية أهل غيرة. صباح من ألمانيا. نعم وصل صوتك. صباح من ألمانيا، أبو مهدي من واسط، تفضل أبو مهدي. أبو مهدي تسمعني؟ أبو مهدي انقطع الاتصال. نعم أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك، تفضل. أخي الكريم، فقط سؤال، إحنا الآن في أي قرن؟ هل في العصور الوسطى؟ هل في القرن 21؟ يعني هذا القتل المباشر، هذا في السيوف والسكاكين، يعني نقل مباشر القتل أخي، الذبح مباشر، الناس كل شيء، العالم كل شيء ده يتفرج عليه. يعني الإدارة الأمريكية عندما الآن تصدر قرار الذي يزود معلومات عن الإرهابي في اليمن عبد الرضا الشهلات، أظن أن تقدم له 15 مليون دولار. طيب هذا هو يعمل بأمرة قاسم سليماني، وقاسم سليماني موجود في العراق طالع طاب، يعني عادي براحته. فنحن نريد يعني دعم أكثر، وليس فقط أخي كلام، يعني هؤلاء صحيح الآن هنالك قرار في محاصرة هؤلاء أمراء الميليشيات، نحن نريد تدخل من الإدارة الأمريكية، لأن هي المسؤولة عن العراق، هي التي احتلت العراق وخلتها لإيران. أبو فاطمة ولو أقاطعك، طبعا يعني ناشطون يؤكدون أنه ميليشيات الآن تقوم بعمليات طعن بالسكاكين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ميليشيات تقوم بعمليات طعن ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بالسكاكين. نعم تفضل أبو فاطمة. نعم أخي أحسنت، الآن أريد تتكلم في قضية أنه وزير هنالك تسريبات، وزير الداخلية
أعطى المهمة الآن للميليشيات بلباس أيضا لباس القوات الأمنية هي التي تقوم بمواجهة المتظاهرين. هذا الأمر أصبح معروف. هنالك قضية ثالثة كذلك وخطرة جدا، إيران سوف تستخدم سيناريو آخر هو في مهاجمة الجيش والشرطة حتى يعملوا بلبلة ويعملوا مواجهة بين المتظاهرين كذلك وبين الشرطة، لأن الميليشيات قسم منها لابس لباس أمني وقسم ثاني لابس شفناهم دشاديش وغير دشاديش. نحن نحذر وإن شاء الله بسلمية المتظاهرين سوف نعري هؤلاء وربنا يحفظ الجميع ويسلمهم بارك الله. آمين يا رب. شكرا. أبو فاطمة من النجف كان معنا. إذا الناشطون يؤكدون بأن ميليشيات تقوم بعمليات طعن بحق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. طبعا احنا البارحة صارت عمليات خطف، خلال 24 ساعة تم خطف 4 ناشطين وصحفيين، راح نذكر أسماءهم بعد شوية. إذا تحدثنا عن الصحفي زيد محمد الخفاجي، بارحة رجع من بيته من ساحة التحرير، هو مصور صحفي وتم اختطافه من قبل ميليشيات. كذلك تم اختطاف الشيخ إبراهيم جدوع الشمري قبل يومين وهو شيخ عشيرة المعن، وكذلك تم اختطاف الناشطة فضيلة جواد جاسم على طريق محمد القاسم السريع، وكذلك أثناء عودتها من ساحة التحرير. وراح نتحدث إذا بقى عندنا وقت بالتفصيل عن عمليات الاختطاف. نعم، أسامة من ساحة التحرير، تفضل أسامة. أسامة نعم تفضل، تسمعني؟ اسمعني حبيبي، اسمعني؟ اي اسمعك، تفضل عيني. بالبداية احنا يعني هاي المدينة احنا مظاهرات سلمية واصرينا على السلمية، وبواي دخلوا من دستين ورادوا يحاولوها، بس احنا استمرينا فيها سلمية وقلت شوفوا اللي دي يصير. يعني الان هسه من مستنك من الخلاني مسلحين مجهولين الهوية بكوات واسلحتهم ورمي على المتظاهرين ورمي على المفارز القدية ورمي على كل شخص يروح يسعف ويروح يعالج، وحرقوا قراج السنك، قناصين بالعماير. يعني الوضعية يرسالها بشكل نعم، دخلت ميليشيات ودخلت الأحزاب وردون يقمعوها بتلطني غير دون يقمعوها. نعم، الآن ساحل التحرير شلون الوضع بها أخي أسامة؟ ألو أسمعك. الوضع بساحل التحرير، الوضع الساحة التحرير ماكو شيء، بس انت باتجاه الخلاني الضرب هناك يصير، هناك المواجهات تصير. نعم، وصلتكم معلومات حول حصرة الشهداء والجرحى بساحة الخلاني؟ لا احد، لان الاخبار تقول 10. نعم. واللي شفناهم احنا فوق تقريبا فوق ال 15 واحد 17 واحد. نعم. ومستمرة سيارات الاسعاف المدني والدستك يستمرون ينقلون الجرحى والمستشهدين. زين، برايك اسامه وين دور القوات الامنيه من دخول هذه الميليشيات؟ ماذا اسمع صوتك ناصر؟ نعم تسمعني الان؟ تسمعني صوتك ناصر هسه؟ تسمعني؟ اي نعم. بعد هذه المجزره اللي صارت بساحه الخلان، برايك انت وانت حاليا بساحه التحرير، وين دور القوات الامنيه؟ ماكو عمي، أقوى تنمية. نعم، ميليشيات وعصابات بيناتهم، إذا تدري حتى صار بين الصغار أي مسحات فيها بالسجاد وقت على يعني صار الحسنان. نعم، أصلا عمي المدرسين يريدون يخربوا المظاهرات، يريدون يقطعوا المظاهرات السلمية اللي وصلت كل العالم، اللي رد سموهم تتدخل، رد الناس السيارة تتدخل، ما حد دخل. يعني عالم قاعد يموت ودورة على كراسيهم والأمم المتحدة بس تحكي تدخل كراسي ورثة. نعم، يعني مش يعني ما مثلا بشر وطيب روح، هذا الشاب هذا مو عنده أحلام طموحات روح كلمة ما. نعم، عندك شيء تضيفه أسامة؟ يعني احنا نريد حل، اصل صراحة نريد
يدخلون هم مساعد، احنا ما نعرف حكومتنا ما بيها خير، لا الاحزاب ما بيهم خير، القوى الامنيه ما بيها خير، احنا نريد تدخل الامم المتحده، نريد شيء حل هذا الموضوع. حتى هاي قدامي هذا هاي الطلق بيطلع من العماير، العماير كلها قناصه. نعم. بيطلع هاي المذنبات بنشوفها، المذنبات الحمر قاعد تضرب المتظاهرين. لغايه والله قلت لك هسه خاتلين احنا ورا 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 بنايه، خاتلين ورا اخاف ننضرب. فتعرف الخماس عليها ساعه يضربه. نعم، يعني انت تاكد انه اطلاق النار ما زال مستمر لغايه الان. الى حد الان اطلاق نار، الى حد الان. نعم. قاعد تسمع انت يعني. باتجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني. نعم. باتجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني. باتجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني ومقابلها من جهة من ساحة الخلاني باتجاه تحت الرمل. الله يحفظكم ويحميكم يا رب. أنا أشكرك أسامة من ساحة التحرير في العاصمة بغداد. معنا اتصال أبو أوس من أربيل، تفضل أبو أوس. أبو أوس تسمعني؟ تسمعني أبو أوس؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. لسه حاليا يقول بغداد بساحة الخلاني ولسه. نعم. يعني احنا 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 نريد الشيخ تار الجنوب شو يسوون؟ والله الشيوخ اللي تقومت فقط يعني الشيوخ هذي حد لان ساكتين ولدهم دايرون إجرام إجرام شباب عمر الوردة دايروح هيك يعني شلون هاي من الشارع عصاي دا تحكم العراق وين حكومة؟ نعم يعني والله دا ليش بقى قهر دا ليش بقى قهر عمر الوردة ليه حد لان اطلاق ناري وسامة يقول ليه حد لان اطلاق نار وين التدخل؟ يعني احنا بس نناشد الشيوخ شيوخ شيوخ الجنوب بس اللي يشوفون ولدهم يعني قد يشوفونهم حالي يعني راح تبقى هيجي. نعم هذا اللي تقول له بس انا شيوخ شيوخ شايف شيوخ الجنوب والله اذا شيوخ ما تبقى حكومه والله. نعم واشكركم واشكر هاي قناه الرافدين قناه العراق كله إن شاء الله. الله يسلمك. أنا أشكرك أبو أوس من أربيل كان معنا. نقرأ بعض رسائل السابق. يقول تحياتي لكم ولقناتكم الشريفة. يقول اللهم انصر الثوار والأحرار. ما يجري في ساحة الخلاني على أخوتنا المتظاهرين من إجرام وقتل المتظاهرين السلميين. يقول هذول ذيول إيران المجرمة وقاسم سليماني. رسالة يقول مرحبا أخي عمر، الرحمة والغفران لشهدائنا الأبطال والشفاء العاجل للجرحى. أخي ما تلاحظون كل ما تجي الجمعة والمرجعية يقولون لا تستخدمون القوة، يصير العكس كأنها إشارة لقتل المتظاهرين كما يقول. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إيمان من النجف. نعم معنا اتصال محمد من بابل، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. والله العظيم يعني حتى بنسمع هذا الخبر لا ناكل ولا ننام. الله يساعد المتظاهرين، الله يكون بعونهم، الله إن شاء الله ينصرهم على على الخونة والدجالين ذولا اللي راح يدمرون العراق. راح إيران انهبت العراق وانهبت كلها إيران، ومن جهة هذا 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 الأحول قاسم سليماني راح يحرق العراق حرق. والله إذا ما المتظاهرين إن شاء الله يشدون حيلهم. واحدة بالنسبة للسنة ما نقدر هم يكتبون علينا يقولون دولة دواعش ودولة ارهابية. نعم. وابو القاسم سليمان موجود والله كل حال ما يصير. نعم. نسأل الله أن يسلم العراق. الرافدين. نعم. نشكرها يعني قناة والله علم هي، والله هذول الحاطين إعلام على روسهم هذا الحاط العلم هذا العامري نكسه، والله هذه نكسه هذا العلم العراقي نكسه هذا العامري والله والله والله. حاطين حاطين إعلام العراق حاطين إعلام ودا يقولون إحنا عراقيين بس والله مو عراقيين. نعم. أني أشكرك محمد من بابل كان معنا. عبد من بابل، تفضل عبد. السلام عليكم. من بغداد العفو. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي قناتكم المحترمة والطيبة. حياك الله يا أهلا بك. أخي العزيز، أخي العزيز، هو المتظاهر سليم من كل شيء، يعني لا تتوقع أن المتظاهر حول طبعه بالعقل وجاي بالعمل الماله لذلك بيت مطمئن
يريد وطن، ما يريد شيء غريب يعني، يريد يكون بدون ناس صابرين ولا جرثومي. تعرف شو أخي؟ يعني ما في داعي يعني ما في الناس هذه اللي مخربطة والناس اللي مسلمين مطلعاني ما أريدش. وش يعطون هذول الناس يضربوهم يدهم؟ وش يسوون يسوون هذي بيها مستقبلها؟ ما أخلي الشاب يروح يشوي بالهجر البسيط يعني بطل الخونة الكذابين المحتلين اللي البس. نعم. أخي محتلين صار 16 سنة، شنو اللي بنوه؟ شنو اللي سووه؟ شنو عمره؟ أخي كل عايش على بناء العهود اللي سببها في 16 سنة. شنو اللي سووه هسه هم؟ شنو اللي بنوه؟ شنو عمرهم؟ الأخوة والعلم مالتها. الطب رجعوني للخد، الطيارين استغلوهم، المهندسين هجروهم، الأساتذة هجروهم. شنو سووا بالبلد؟ شنو اللي سووه بالبلد في صحيح؟ نعم. شنو اللي سووه؟ القتلة يجيك قائد عسكري يقول لك أنا إذا يضربون إيران، قلت له يضرب إيران أنا أضرب إيران، أضرب العراق ما أضرب إيران. يعني ماذا نعم. يقول أنا إذا العراق يضرب إيران، أضرب العراق ما أضرب إيران. ما في شيء شغلات يعني نهائيا ما في شيء. هذا شيء يعني حرام هذا عليهم. يقول إن هذا كفر إذا سووا هذا الشيء يعني. نعم. لأن هذا لازم انتم مناشداتكم يعني نعم عبد من بغداد اني اشكرك واعتذر منك لان الصوت دي يتقطع. معنا اتصال ابو الحكم من المانيا، تفضل ابو الحكم. مرحبا حمار، مرحبتين، اهلا وسهلا بك، تفضل. تحيه لك وللثوار والعراقيين كافه. حياك الله يا اهلا بك عزيزي. انت اليوم شفت الجرائم اللي صارت؟ نعم. شفت الذبح، شفت القتل، هذا إعلان فشل كل مساعيهم للتخلص من الثورة باختصار. لما شافوا إنه ضحك والناس وذب الأسماء ويحطون اليافطات وتغيير الشعارات وتشتيت الناس كلها ما فات، والقمع قوات حددة ما فات، ينزلون يذبحون في الشباب بهاي الطريقة الإجرامية. أسف لما توصل الحكومة لهذا المستوى من الفشل وتنزل إلى الشارع وتحاول تقتل الناس، هذا معناته أنه الأمريكان موافقين على هذا الذبح والقتل، وهم يرعوه ويريدون الحكومة تنجح والميليشيات تنجح في قمع هاي الانتفاضة. لكن إذا فشلت هاي المحاولات والسعي والقتل بأن تتخلص من المشهد، الأمريكي وعمليته السياسية راح تندفع باتجاه آخر، وهو ثورة شعبية كبرى، وتدخل العشائر على الخط وتدخل قوى أخرى هم أصلاً ما يتخيلوها إلى هسه. وهذا الخيار الأمريكان ما يريدون، لأن هذا معناته نهاية العملية السياسية ومشروعهم بالكامل. فش راح يسوون؟ راح يسوون هم انقلاب عسكري ذيك الساعة إذا فشلت مساعي قمع المظاهرات. نعم أبو الحكم، أرجو أن تبقى معنا. هناك مقطع فيديو لدخول رتل الميليشيات الذي دخل بتسهيل من قوات الجيش ومكافحة الشغب وتوجه من الخلاني على جسر السنك تحت غطاء كثيف من النار. إذا المقطع جاهز نشوفه، نشوف المقطع.
نعم، شاهدنا هذا المقطع على لحظة دخول رتل الميليشيات الذي ارتكب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني. وين الجيش؟ وين الشرطة؟ يابا هذا الطرف الثالث، يلا هم باشر يطلعون علينا المسؤولين، يقول لك والله هذا الطرف الثالث احنا ما ندري به. بس ان شاء الله صارت مبينة، هم متفقين بيناتهم، الأمر واضح، دخلوا بحماية الجيش والشرطة ومكافحة الشغب بإطلاق نار كثيف. يبدو أنه هذه الحركة للتموية، أو حتى يقولون والله إحنا حاولنا نبعدهم بس ما لحقنا وما قدرنا. راح نسمع القصص والروايات. نعم أبو الحكم أرجع لك، تفضل أبو الحكم. أبو الحكم بعدك معنا؟ حتى أنا وياك أسمعك. تفضل. إيه أسمعك. إيه الفيلم شفته أنت هسه؟ هذا الفيلم نفس الكلام اللي أنا دا أحاول أوضح لك إياه، وبعدين رحنا للفيلم. نعم. الجيش ورقة أخيرة يحتفظ بها المحتل الأمريكي كورقة لعب أخيرة، الأيس يذبها على الميز ويخلص من الوضع الحالي راهن، لأنه التشنج مو بصالحة زين. فلما هو يأمر الجيش بعدم التدخل ويخلي الجيش ما بيد سلاح، واقف وين المتظاهرين يأكل الكفخ، وبحجة والله احنا ويا الشعب، هاي كلها شنو؟ حتى يروج للجيش لاحقا اذا فشل الامر انه والله احنا سوينا الثورة حماية للشعب. الجيش الحالي هذا امره مو بيده، امره بيد السفارة الامريكية. واني ما اخفي سر، والضباط اللي يعرفون اللي بالجيش من يروحون الوزارة الدفاع اكو فترة الامريكية تفتشهم قبل ما يدخلون الوزارة الدفاع العراقية. والضباط اللي موجودين يعرفون انا ايش احكي، اللي يراجعون وزارة الدفاع. نعم. زين؟ هسه الامريكان راح يحتفظون بهاي الورقه للنهايه، اذا شافوا الشعب يعني ضرب مشى بي والثوره تفككت والساحات راحت، ذيك الساعه يتفاهمون ويا الايرانيين على التشكيله الجديده ويبيعون ويجيبون وجوه جديده. لكن اذا فشلت المحاولات وصار وضع الحكومه حرج جدا والعالم كله دا يشوف اللي تذبح بالالاف يوصل بالالاف، ترى انا احكي لك انا بحكيك يا رب صراحه، لا عبالكم يا شعبي انه والله اليوم كتلوا 50 واحد 20 واحد، لا هذول مستعدين يذبحون الاف في سبيل السلطه ما تروح من ايدهم، وفي سبيل العمليه السياسيه تستمر، ويظلون يلعبون بين ايران وبين امريكا. هذول خارج نطاق العمليه السياسيه كانوا حفاي ببيروت وبلبنان وبلندن وكل شيء، ما جابوا خبرات ونقلوا للعراق. فاحنا بدنا نلعب ويا هيك ناس زين. لما هاي العمليه، لما عمليه المظاهرات اذا فشلت هم ماشي فيلمهم، لكن اذا 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 الامريكان شافوا ان الفيلم مو ماشي وراح تصير الوضعيه كلش صعبه دوليا، هذا هم نفسهم راح يجيبون ضابط من جماعتهم من طالب اشغاتي من هذا شو اسمه اللي خبصونا به ذاك اليوم ابو العمليات. نعم ابو الحكم. شو اسمه زين عبد الوهاب، عبد شو اسمه عبد الوهاب من من هالشكولات. نعم يجيبون من ذولا، وعلى ابو اني دخلت حرر شو اسمه نقاده الشعب ويسوون انقلاب ويجيبون يحطوه بمكان السجن. مع ذلك شوفوا يعني احنا كلش مهم، حتى احنا حققنا الكثير بهاي الثوره، لكن من واجبنا كعراقيين انه نصمت ايش قد ما نقدر نصمت، لانه صمودنا راح يدفع الامريكي للخيار الاخير، والخيار الاخير هو انقلاب، والانقلاب يعني التخلص من العمليه السياسيه. نعم. لا تخافون مساله والله راح يجي ضابط جديد وديكتاتور، لا هاي وخرون على الصف هاي. نعم تخافوا بعده. شكرا ابو الحكم من المانيا كان معنا. ابو سلام من الناصريه، ابو سلام عندنا دقيقه واحده، انا ارجو منك المعذره، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله وحيا قناتكم الكريمه. حياك الله يا حبيبي. اضم صوتي الى 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 نعم صوت كان كلامه كل، واحنا حسبنا سيد السيستاني يعني هاي الدماء تبطي شرعية بعد النوبة للبطمع حسابات آخر يا سيد اللي جاي ترى يعني هذه جريمة بحق هاي الشباب. نعم. وهي معروفة الأحزاب اللي جاي تقتل بالناصرية، أول ما انقتلوا 8 بدم بارد أمام بيس أحد الفاسدين من الأحزاب، قتل 8 من فوق السعيين اجوا اعترضوا على سياسته الخاطئه، فقط متظاهرين بدهم اعلام. نعم. من فوق السطح قتل 8، فكل اللي يقتلون هم
وما يعيفون السلطه من يعني عليهم للخضراء، وبحيل الله وقوته بالاعلام ان شاء الله والدائرين والشباب انطب عليهم ونسحقهم، لان ما احترمونا لا ولا احترمونا. شكرا ابو اشكرك ابو سلام من الناصريه. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، واعتذر طبعا من عدم قراءه الرسائل والسابقه، مثل ما شفتوا الاحداث متتالية من ساحة الخلاني وساحة التحرير. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.